قدمته لوزارة السيد البحري على أساس باللي تقنية جديدة تسهل أي مربي ولا مستثمر باش يدير الأسماك تسهل له مقبل اللي عنده 20 باسان، على الأقل يحتاج واحد 70-80 عامل باش يخدم له. وبهالطريقة درك عود عندك 20 باسان 6 من الناس يخدموا لك نورمال مرتاحين، ما يتعبوا، ما يمرض لك حوت، ما تضيع حتى حاجة في اقتصادي وكل شيء. تربية الأسماك ليست للاستهلاك فحسب، وإنما لها دور كبير أيضا في تنمية وزيادة المنتوج الفلاحي. بالنسبة للفلاحة درك مقبل كنت نستهلك في لونغري بزاف، الفلاحة نخسر عليها دراهم كحلة في لونغري باش تجيب لي الغلة مليحة، مي بالأسماك هذه ما نخسرش لونغري، ما نشريش طول، راني ملي بديت الأسماك ما نشريش لونغري، والحجم تاع الفلاحه تكبر كيما لونغري ولا خير، على الاقل في الكو خير الحجم. وصل عندي هنا الدلاع حتى ل 25 كيلو في الحبه، والطماطم 750 غرام في الحبه، والفلفل 370 غرام في الحبة. تقنيات حديثه تحتاج الى التجسيد والتعميم حتى يستفيد منها مربي الاسماك والفلاح على حد سواء.